ذكر ابن إسحاق وحسن ذلك الألباني رحمه الله من أن سواد ابن غزية في غزوة بدر طعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعود فقال: أتيت بالحق والعدل، أريد أن آخذ حقي وأن أقتص منك. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوبه فقبل بطنه، فقبل سواد بطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.